المرآة ليست فقط لنتزين بها، بل لنشاهد فيها أشكالنا بحجمها الطبيعي بعيداً عن المبالغة. ومرايا قابلة للكسر هو برنامج اجتماعي نشاهد من خلال مراياه رؤية موضوعية لقضايا اجتماعية وملفات ساخنة يجب أن نتوقف عندها من خلال الطرح الموضوعي للمشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها. وفي مرآة اليوم مشاهدينا نشاهد موضوع الإدمان على الألعاب الإلكترونية من قبل الأطفال والمراهقين. مشاهدينا قبل لا نرحب بضيوفنا في الأستوديو، عندنا هذا التقرير البسيط ومن ولنا عودة بإذنه تعالى، خلكم ويانا. أحدثت التكنولوجيا الحديثة ومن ضمنها الهواتف النقالة والأيباد وغيرها تغييراً جذرياً وعلى وجه الخصوص في حياة الأطفال، الأمر الذي أدى إلى الانطوائية والعزلة وتسبب ببعض الأمراض النفسية نتيجة إدمان الأطفال عليها بعيداً عن متابعة ومراقبة الأهل لهم. فعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا الحديثة جعلت الحياة نحو الأسهل من خلال قضاء الأمور والحاجيات بشكل أسرع، إلا أنها أحدثت فجوة كبيرة بين الناس على أرض الواقع، وهذا ما يلاحظ في البيت الواحد، فنرى كل فرد من أفراد العائلة ممسكاً هاتفه الشخصي وصانعاً لنفسه عالمه الخاص. والوضع الطبيعي للطفل هو اللعب أو مشاهدة الرسوم المتحركة، ولكن ما نراه اليوم هو العكس تماماً، فالطفل أصبح متعلقاً بالآيباد، وأصبحنا نرى أطفالنا أكثر براعة منا في التعامل مع هذه الأجهزة بما تتضمنه من تطبيقات يمكن لها أن تؤثر على نموهم العقلي والفيزيولوجي وأيضاً تحصيلهم العلمي. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير وللحديث أكثر عن موضوع حلقتنا لليوم اللي هو الإدمان على الألعاب الإلكترونية من قبل الأطفال وحتى المراهقين. طبعا يسعدني أن أستضيف اليوم معنا في الاستوديو بالدكتور مالك بن شيخان، مدرب ومستشار تنمية بشرية وتأهيل قيادية. لو سهل فيك دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا وسهلا. وأيضا يسعدني أن أستضيف الأستاذ أحمد محمد سيد أحمد، مستشار ومدرب تطوير إداري. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. اليوم مثل ما نعرف أن موضوع حلقتنا جدا مهم، وللأسف نرى الكثير من الأطفال حتى الحين صاروا مدمنين على وسائل أو على الأجهزة الإلكترونية. في البداية دكتور مالك، خلنا نعرف الإدمان هو سلوك نفسي، سلوك جسدي، كيف يكون الإدمان إذا كان هو بشكل مستمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً الإدمان كلمة كبيرة، نعم، لها أثار أبعاد على الشخص وعلى المجتمع. صحيح. الإدمان لو عرفناه بكلمات بسيطة هو حالة مرضية تعتبر، والشخص يعني يكثر من الشيء من الحصول على مادة معينة أو على سلوك معين. عادة يعني؟ الإكثار هي الإكثار من هذا الشيء، سلوك هذا، لحد إضاعة الوقت وطاقته وجهده، وأيضا كذلك متى ما سلبت عنه يشعر بتعب ومزاج سلبي سيء جدا، ومستعد أن يضحي بكل ما يملك حتى يضحي بأهله من أجل استعادة هذه السعادة الزائفة. نعم. جميل. وطيب خلنا نتناولها الأستاذ أحمد من ناحية نقدر نقول تربوية، تأثير هذه الألعاب على سلوك الطفل، على سلوك المراهق حتى. نعم. بالنسبة للألعاب الإلكترونية ديت لها خطر كبير، والخطر الكبير في التأثير على السلوك بالذات اللي هو الإجابة لسؤال حضرتك، إن الألعاب بتحول الشخص من شخص عايش في العالم الافتراضي اللي احنا عايشين، أو سوري العالم الواقعي اللي احنا عايشين فيه ده، إلى عالم افتراضي. نعم. العالم الافتراضي ده هو عبارة عن اللعبة أو البرنامج أو اليوتيوب اللي هو قاعد يتفرج عليه في التابلت، فأوتوماتيك بيتحول إلى شخص متلقي أكثر من هو شخص تفاعلي. يبدأ يتلقى المعلومات عن طريق الألعاب، عن طريق الفيديوهات، عن طريق الأشياء اللي هو يستخدمها على الأجهزة اللوحية أو التابلت أو الموبايل وخلافه، ويتحول إلى شخص يتلقى المعلومات وليس له قرار أو ليس له قدرة على إلقاء المعلومات أو التفاعل مع المعلومات دي، فيتحول إلى شخص مستقبل. بالإضافة إن لها تأثير كبير على الأخلاق. إزاي؟ الألعاب والحاجات ديت أوريدي مش مصنوعة عندنا في الوطن العربي، ولا لها علاقة بثقافتنا ولا بحضارتنا، فهي حاجات مستوردة من الغرب. بالإضافة إن في منها أشياء أوريدي ممنوع عندهم في الغرب، يعني في بعض مسلسلات الكرتون، زي مثلا مسلسل كرتون معين زي سبونج بوب ممنوع
إن هو يتعرض في قنوات تلفزيونية في أوروبا، منها دولة بلجيكا بالكامل ممنوع يتعرض فيها. في عائلات محافظة في الولايات المتحدة الأمريكية تمنع أطفالها من مشاهدة هذا الأفلام. طيب عندنا هنا في الوطن العربي بيتعرض بشكل مترجم، لأنه بيعاد وللأسف بيدي أثار سلبية. صحيح. وأشياء سلبية عليه. فالمؤسسات هنا في الدولة بدأت أن تتجه إلى حملات توعوية للموظفين والموظفات وخصوصا الأمهات والموظفات، أنهم يكونوا حريصين ويكونوا مراقبين على أفلام الكرتون للأطفال بيتفرجوا عليها، اللي أبنائكم بيتفرجوا عليها. والدولة شاكرة لما لقت الموضوع والخطر بدأ يزيد، بدأت تعمل قنوات خاصة بالأطفال، قنوات عربية، قنوات محلية خاصة بالأطفال، عشان خاطر تقدر تجذب الأطفال إلى هذه القنوات وتبعدهم عن الأفكار الأخرى. الأفكار دي بتتسرب إلى الأطفال وبتتسرب إلى الجيل والمراهقين من خلال ما يشاهدونه، من خلال الألعاب اللي هما بيلعبوها. يعني في بعض الألعاب بتكون قتالية بشكل عنيف. صحيح. ممكن الطفل يستخدمها أو ممكن من كتر ما بيشوف العنف يتحول إلى طفل عنيف اللي قدامه يضرب فيه، يشد فيه، يعصب إلى آخره. بعض حتى الألعاب تقود إلى الانتحار. بالضبط. يعني في لعبة زي لعبة الحوت الأزرق. الحوت الأزرق ومريم وغيره. نعم. إلى آخره. دي أدت إلى الانتحار بشكل كبير. إن خولت الشخص على مراحل اللعبة إن هو يتحول إلى شخص متلقي، يستلقي الكلمات، يتلقى الكلمات فقط أو يتلقى الأوامر. مع الوقت من مرحلة إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة لحد ما وصل لمرحلة قال له انتحر، ففي ناس انتحرت فعلا. فدي الأخطار إن هي بتسبب نوع من الفتور في الحياة العامة، في الحياة الواقعية، وينتقل إلى الحياة الافتراضية بتركيزه كله وفكره في الحياة الافتراضية، لدرجة إن هو خلاص ما عادش بيتلقى أوامر أو توجيهات من الأهل، من الأب، من الأم، ده غلط وده صح. اللي هو شايفه في اللعبة هو ده الصح، لدرجة إن لما يجي الأب أو الأم يوجهوا له ملحوظة ده غلط وده صحيح، فلا يتقبل هذه الملحوظة. لا، أنتم مش فاهمين حاجة، أنتم لسه قادمين، أنتم لسه متخلفين، أنتم عايشين في عصر جاهلي. لا، الناس اتطورت. ويبدأ حتى ما يجادلهمش، ما ينفذش أوامرهم. فده بيأثر بشكل سلبي وشكل كبير جدا على مرحلة، على عملية التربية وعملية الأخلاق الموجودة في المجتمع. طيب دكتور مالك، شو السر وراء انجذاب هؤلاء الأطفال والمراهقين حتى بعض الأحيان الكبار لهذه الألعاب الإلكترونية، لهذه الأفلام أيضا اللي تنعرض على وسائل التواصل أو حتى على قنوات اليوتيوب؟ والله هو في الواقع أن السر خلف انجذاب الناس أطفال وكبار على الألعاب هذه هي درجة الشد. يعني تلقاها يعني ويجدون هذا من الجاذبية هذه التحدي، مثلا روح التحدي على سبيل المثال، روح التحدي وروح الاستكشاف، ففيها الكثير من الاستكشاف والكثير من روح التحدي فيها، وألعاب تسلية التي يتلقونها تسلية عالية درجة كبيرة من التسلية. نعم. هذه التسلية تدخل في الفرح والسعادة، فهم يجدون سعادتهم. فتلقى كثير من الناس يجدون مسار أو جزء من السعادة من سعادتهم من هذه الألعاب. نعم. هذا سبب رئيسي، المتعة الكبيرة الهائلة تحقق هذه الألعاب. وأيضا كذلك غياب البديل أو ضعف البديل، ما موجود بديل. يعني كانت أول بدائل عندنا كنا نلعب في الفريج. فريج صحيح. نلعب كورة ونلعب غيره ونطفة. فمشغول عندنا أشغال ثانية، والفريج راح انتهى. صحيح. ما شيء اسمه فريج اليوم. نعم. اليوم خلاص الواحد يخاف على عياله، فتلقاهم كل الأسر تقريبا عيالهم في البيت ما يطلعون برا. نعم. حتى ما يعرفون جارهم. صحيح. هذه كلها أدت إلى غياب البديل اللي كنا أول نلعب فيه نحن، وكان يأخذ أوقات فراغنا. الآن ما شيء، جاء وقت الفراغ هذا لتجي تحل محل هذا الفراغ الألعاب هذه. نعم. هذا السبب، البديل، المتعة الهائلة كبيرة التي الناس اعتبرتها سعادة فيها. أنزين، وسعادة لها دروب كثيرة. أنزين، وأيضا كذلك اللي هي ذكرني أحمد، التطور، التطور والأبديت المستمر للألعاب، للرسومات الجرافيك الموجودة. أيوة. في هذه الألعاب. أيوة، الشد فيها. وأيضا كذلك أيوة، الهروب من المسؤولية. الأبوين اليوم ما يبغون يتحملون المسؤولية، يعني غير مدركين لدورهم في التوجيه أبنائهم وتربية أبنائهم، فقط رعاية. هم يقدمون رعاية مثل الخدم. نعم. الخدم يقدمون رعاية. نعم. لكن التربية، التوجيه، غرس الأخلاق، يعني شو اسمه، غرس الأخلاق عند أبنائنا، الجلوس معهم، التحدث إليهم،
فتلقى اليوم الرجال مشغول، الرجال مشغول وايد زين، والمرأة ايضا كذلك مشغوله. لكن لو نشوف التليفونات اليوم ايضا كذلك اخذت الام، الام تلقينها مثلا كلها مشغوله صحيح. مع الالعاب هذه ومشغوله عن عيالها بالالعاب هاي، تشوف الموديلات وتشوف هذا. نعم، فطبيعي ان اصلا اليهال ينجذبون مثلا للالعاب الالكترونيه اذا الام ايضا نقدر نقول مدمنه وسائل التواصل الاجتماعي، مدمنه ايضا للالعاب الالكترونيه. طيب هل في نقطه اساسيه جدا ايضا كذلك، ايضا كذلك تلقين بعض الامهات يسكتون الياهل من عمره اشهر، عمره اشهر معدوده بسيطه، تسكته مثلا تحط له التليفون يشوف التليفون ما يعرف السالفه، يشوف الالوان ويشوف اللعبه تشتغل قدامه بس يسكت. فهي وسيله تسكيت الياهل، وسيله ايضا كذلك لانهم شو انهم يقول لك انا ما ابغى اعور راسي اركض وراهم، اشغل لهم اللعبه ويسون في البيت وهي مرتاحه، هي غير مدركه ومش واعيه انها لاضرارها، ان الولد ما بيلعب ما بيتحرك. نعم. بالتالي بتاتي السمنه، وبالتالي شاشه هاي اذا قاعد فيها على فترات طويله اكثر من ساعتين راح تاثر على عينه. صحيح، فهم غير مدركين غياب. نعم. الوعي، العامل التثقيفي ضعيف، هذا سبب رئيسي. ونقدر نقول ان الجلوس الساعات الطويله بالنسبه للاطفال والمراهقين الاضرار هي، الاضرار هي لا ادمان حتى. نعم هي طبعا. نعم. ادمان طبعا، اكثر من ساعتين يكون شوي دخل، في ناس تصل الى 8 ساعات في اليوم، وفي حد يصل الى 10 ساعات في اليوم. هذا ادمان. ادمان مو باطفال اصلا، المراهقين وحد من الاطفال بعد، حد منهم خلاص يعني بالمره غير واعي وغير متحمل مسؤوليه ابنائه، حتى صغار تركنا عند اللعبه بالثمان ساعات. بالثمان ساعات ايه عادي، في ناس كذي. وطبعا هاي اضرار اكيد اكيد، في حالات جتهم شبيهه بالتوحد، تشخيصها شبيه بالتوحد، وشالوا عنهم الالعاب وردوا الاولاد عاديين. إيه ما كانت حالة ممكن هاي تحتاج الى علاجات وحتى جلسات. إيه نقدر نقول علاجيه. طيب مثل ما ذكر الدكتور مالك الاستاذ احمد، الجلوس لفترات طويله والادمان على الاجهزه الالكترونيه، هل يعتبر هذا خلل نفسي، خلل ما ادري يعني شو نعتبره؟ طيب قبل ما نرد على موضوع الجلوس لفترات طويله، هنقول مع بعض بعض الاحصائيات. الاحصائيات بتقول ان طفلين من كل ثلاث اطفال، طفلين من كل ثلاث اطفال عمرهم ويكونوا في وقت في مرحله الرضاعه بيتعرضوا لملامسه الشاشات الخاصه بالشاشات الذكيه، سواء كانت شاشه لابتوب، كانت شاشه كمبيوتر، شاشه اجهزه ذكيه تابلت موبايل الى اخره. فطبعا دي احصائيه كبيره. في احصائيه ثانيه بتقول ان 4 من كل 5 اطفال عالميا لديهم جهاز تابلت او جهاز ذكي. صحيح. طيب دي شيء. شيء تاني ان نسبة الاطفال اللي بتقعد على الاجهزة دي كبيرة، بالاضافة ان عدد الساعات كبيرة. الجمعية الامريكية او الجمعية الصحة الامريكية قالت ان عدد الاطفال او الطفل طالما لسه ما تمش 18 شهر ممنوع يقعد على الجهاز ده اكتر من ساعة او يقرب منه. بعد سنتين ممكن الطفل من سنتين الى 5 سنوات ما يقعدش على الجهاز الذكي ده الا ساعة واحدة يوميا. طيب اعتبرت ان من 5 سنوات ل 18 سنه ضمت المراهقين معاهم ما يقعدش على الجهاز الذكي اللي هو يتلقى منه المعلومات اكتر من ساعتين فقط في اليوم. طيب انا لما اجي اقول دلوقتي ان في طفل بيقعد اكتر من ساعتين، لا في بيقعد 4 و5 و6 و8، لا يبقى ده مدمن وبشكل كبير. الادمان للاجهزه دي والموجات الكهرومغناطيسيه اللي بتصيب الاطفال دي بتؤدي فيهم في بعض الاحيان الى كهرباء زائده في الجسم وما يفوقوش الا في المستشفيات في بعض الاحيان. وفي حالات الله. حصلت عندنا هنا في الدوله ان الطفل دناه سهران على اللعبه من المساء لتاني يوم الصبح جات له حاله من التصلب ونقلوه على المستشفى وبدا العلاج وبدا ان هم يبعتوه عن الاجهزه دي بشكل كبير. فانا ليه استنى ان طفلي يوصل للمرحله دي؟ صحيح صحيح. بالاضافه ان نوع من الادمان هو ادمان فعلا، لان هو ما بيقدرش يتخلص منه بسهوله، يبقى كل شيء عنده مرتبط بالجهاز ده. حتى الاهل بقوا يستعملوا، هتاكل هجيب لك الجهاز، هتعمل كذا هجيب لك الجهاز. صحيح. فبدا يتحرك الموضوع بده. يعني تخيلي ان 1 من او 2 من كل 5 اطفال عمرهم اقل من 7 شهور بيلمسوا الاجهزه الحديثه دي. الادمان ما كلهمش كده من الفراغ، يا اما زي ما الدكتور مالك تفضل وقال ان الاهل بيحاولوا يريحوا نفسهم، بالاضافه ان الاهل نفسهم مدمنين. يعني تلاقي صحيح. الام واخده الطفل في حضنها وقاعده تلعب بالجهاز او قاعده تتكلم على الواتساب او على السناب شات. نعم. وده كان بقى نوع من الادمان.
لدرجه ان في قوانين نزلت في المرور مخصوص ممنوع حد يستخدم الجهاز الكمبيوتر او سوري الجهاز التابلت او الموبايل وهو سايق اثناء التجوال وهو سايق لان سلامه يعني ظهرت قوانين جديده بسبب الموضوع ده. يعني تخيل الشخص بقى يسوق بايده ومسك الموبايل في الايد الثانيه. في احصائيات استاذ احمد بذكرها لك ايضا المشاهدين ان السبب الرئيسي للوفاه في دوله الامارات اللي هو الموبايل. الموبايل نعم، وده شيء طبعا خطير، بالاضافه ان في اضرار كبيره. يعني الانسان مثلا عشان يقدر ينام في وضعيه يحس فيها بالاسترخاء والراحه محتاج الى تردد موجود في محيط بيته او في محيط المكان اللي هو نايم فيه كحد اقصى 4.5 من 10 ميجا هرتز. ايوه، المشكله ان جهاز التليفون او الموبايل عند راسنا بيصدر موجات كهرومغناطيسيه بتوصل الى 45 ميجا هرتز، يعني 10 اضعاف الطاقه او الموجات الكهرومغناطيسيه الانسان يقدر ينام فيها. عشان كده تلاقي في الفتره الحاليه الناس تقوم من النوم عايزه تنام تاني، نوع من اضطرابات النوم والتوتر. أيوة، مش عارف ينام ومتوتر. طب الكارثه في حال اذا كان الموبايل محطوط فعلا جنب راسه ومحطوط في التشارج، الطاقه بتزيد من 45 ميجا هرتز الى 450 ميجا هرتز. يعني استاذ احمد ذكرت نقطه جدا مهمه، عند استضافتي لاحد الاشخاص كان موضوع عندنا في احد البرامج عن اضطرابات النوم، ذكروا ان وجود الموبايل عند راس الشخص مثلا هو اللي يؤدي الى اضطرابات النوم. وانا يعني طبقت هذه المقوله، انا حطيت ان الموبايل بعيد عني، وبالفعل يعني كان عندي اضطرابات النوم، لكن لما احط الموبايل بعيد عني في مكان مثلا يكون شوي بعيد اللي ما اشوفه، بالعكس انه يكون النوم اني انام وانا مرتاحه. وفوق في بعض الناس يقول انا حاطط فيه الارن او منبه موجود منبه في الموبايل. صحيح. اوكي، اعمل الموبايل على المنبه بس شغل وضعيه الاوفلاين، وضعيه الطيران، بحيث ان الموبايل ما يبعتش موجات كهرومغناطيسيه لابراج الارسال او يستقبل موجات. ففي حاله دي تقدر تنام، بالاضافه لازم البلوتوث يكون مقفول في الجهاز. الموجات دي بتؤثر الى نوع من التوتر او نوع من القلق، تلاقي نفسك كل شويه تصحى ومتوتر. معلومات جديده بصراحه وتخوف. بناخذ شويه. بتسبب الكانسر في احيان كتير. في ناس بيجي لهم الكانسر بسبب الموجات الكهرومغناطيسيه الزايده. وهو شيء بسيط والواحد يكون متغافل عنه، يعني انه هو أكيد. انه الموبايل بس يكون عداله اكيد يعني لو انت ترى جهازك شغال موجود وبيستقبل اتصالات وبيرسل اتصالات مش حاطه في وضعيه اوف لاين وموصله بالتشارج، لازم الموبايل يكون بعيد عن مكان اي شخص على الاقل مسافه 10 متر. 10 متر؟ 10 متر لو هو محطوط في التشارج، فما بالك اللي بيحطه في التشارج وهو حطه تحت راسه. صحيح، ما ينفعش. غلط. اكيد الحديث معكم شيق، لكن عندنا نظر لفاصل قصير، نرجع اكيد لاستكمال مخاطر نقدر نقول الاجهزه الذكيه وحتى الاجهزه الالكترونيه. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لاستكمال حلقتنا، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، اكيد ما زلنا مستمرين حوارنا مع ضيوفنا لليوم نورينا في الاستديو بالدكتور مالك، اهلا وسهلا فيك مره اخرى، وايضا الاستاذ احمد، اهلا وسهلا فيك. بصراحه كلام الاستاذ احمد نقدر نقول وايد يخوف. نعم، بالفعل هي معلومات حقيقيه، ويجب على الاهل نقدر نقول او جميع الافراد اخذ هذه النصائح والمعلومات بعين الاعتبار بحيث انهم يتداركونها. اثناء الحوار الاستاذ مالك او الاستاذ احمد كنت تتكلم عن البنايه وتغيير البنايه وغيره من الامور. يعني انا في الوقت الحالي بعد ما بدات ابحث في المواضيع دي وابحث اكثر، لقيت ان عندي مشكله، وهي ان طفلتي عمرها 3 سنوات ما بتنامش بشكل كافي، عندها نوع من التوتر في النوم، اي حركه تصحى مهما تصحى تلاقيها عايزه النوم. تنام. صحيح، بالضبط. نعم، ولقيت نفس الشيء بالنسبه لي وزوجتي. فايه السبب؟ الموبايلات اوريدي انا عارف خطرها وببعدها، فبدات ابحث واطلع، اكتشفت ان البنايه اللي انا ساكن فيها فوقها برج ارسال لشبكه المحمول، فده بيأثر بشكل سلبي برضه. نعم، يعني وجود برج ارسال في المنطقه بشكل كبير فوق بنايه لقيته بيأثر. في ناس مهمله للموضوع ده او مش منتبهه، في ناس منتبهه. نعم، في عائلات بدات تنتبه للموضوع ده، فبدات ان هي تبعد عن المكان شويه، تكون حريصه انها تشوف او في اقل شيء اقل الضرر ان هم يقفلوا جهاز الانترنت الواي فاي في البيت لما يجوا في وقت النوم. يعني الراوتر الخاص بالانترنت لازم يتقفل وقت النوم، لانه بيبعت 2.5 ميجا هرتز، والاجهزه الراوتر الحديثه بقت بتبعت 5 ميجا هرتز، فدي بتاثر. فجربت الموضوع ده فعلا، بدات اسكر الاجهزه ديت، فالبنت بدات تنام لفترات اطول. نعم، جميل. طيب دكتور مالك، يعني اشوف احيانا الاطفال لما يندمجون على الاجهزه الالكترونيه او الايبادات وغيرها كانوا يعيشون في عالم افتراضي.
فلازم هنا يكون في توافق مثلا بين حياتهم، نقدر نقول في توازن حتى انه مثلا ما يتاثر نفسيا جسديا عقليا. كيف يحدث هذا التوازن؟ زين، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مثل ما ذكرت، المتعه الهائله التي توفرها هذه الالعاب اصبحت شيء مفروض خلاص ما نقدر يعني نحرمهم منه. تمام، حتى الصغار والكبار قاموا يلعبون فيها. ولكن قضية كيف نستطيع أن نحقق توازن أو ندير هذه الأدوات هذه لصالحنا، هي تكمن في عملية إدارة الوقت. أن نحدد لها أو نقنن لها وقت، أوقات معينة نحدد لها أوقات للعب، وأيضا كذلك التوجيه. الوالدين عليهم أن يقوموا بدور التوجيه. نعم، يعني ما يحرمون عيالهم من اللعب أو استخدام الأجهزة. خطأ تحرمهم، لأن لها منافع برضو. لأن لها منافع. مضارها أكيد أو استخدامها. استخدامها زائد بيبقى له مضار. نعم. فلها منافع، ما نقدر نلغي الجانب الإيجابي. لها جوانب إيجابية، لكنها هي الألعاب هذه أصبحت شيء موجود ما نقدر نستغني عنه. ولكن حصلنا على إيجابية وحصلنا على سلبية الكبر. هذا الواقع. واقعنا الآن نحن مقابل إيجابية قليلة مقابل سلبية كبيرة. فلازم نديرها صح. إدارتها بتكون عن طريق التوجيه. الأبوين لازم عليهم أن يكونوا يوجهون أبنائهم يلعبون معهم عشان يتعرفون على الألعاب هذه، شو يلعبون في أي مستوى، يقرؤون كل لعبة، يشوفونها اللعبة هاي تناسب أعمارهم ولا لا، أعمار الأطفال. أيضا كذلك ألعب معهم عشان أعرف ما هي الألعاب أو البرامج التي تسيء إلى قيمنا، أخلاقياتنا، ديننا، فأستثنيها أبعدها عنهم. نعم نعم، لا تقتصر فقط على الألعاب، بل هنالك مثلا نقدر نقول في أفلام مثلا كرتونية أو أفلام مثل التمثيليات الخاصة بسبايدر مان وغيرها، اللي أكيد الحلقات اللي بقوا يعملوها على اليوتيوب اللي هي سبايدر مان وإلسا وإلى آخره، فبدأت تدخل نوع من العنف للأطفال، بعض الأفكار الغير مسموح بها. وطبعا في بعض الأحيان دخلت أن أنا أعمل كومنتات على الفيديوهات دي وأبعت رسائل لليوتيوب أن الفيديو ده ضر وبيعلم الأطفال عادات سيئة إلى آخره. فهما بالنسبة للغرب أو منتجي الفيديو أو لليوتيوب عادي. شاف الفيديو قال له عادي، ما فيش في أي مشاكل خارجة أو كذا. فالثقافة بتختلف، مختلفة تماما. فلازم يكون في نوع من الكنترول على الفيديوهات الأطفال بيعملها. يعني في سلسلة موجودة على الإنترنت أو قنوات اسمها باد بيبي، ان الفيديو بيقولك ان دول اطفال سيئين بيعملوا ايه، بيوقعوا الاشياء على الارض، والدهم نايم يشخبطوا على وشه، الحلويات وغيره بالضبط، ويكسروا او يدهنوا رجلهم الوان ويمشوا يبهدلوا البيت. بالعكس هذه تكون محببه لدى الاطفال استاذ احمد. بالضبط، وهي محببه جدا للاطفال، بس الاسم باد بيبي ان دول الاطفال السيئين، بس الطفل مش مدرك لده، فاوتوماتيك بيبقى بيتحول الى شخص بيخزن الحاجات دي ويبدا يطبقها فعليا ويعمل زيهم، يعني نوع من التقليد. يعني الافلام الكرتون اللي احنا كنا نتفرج عليها وقتها او في اعمارنا كان فيها افلام عن البطوله، عن الاخلاق. صحيح. عن الايثار، حب الاصدقاء الى اخره. لكن في الوقت الحالي تخريب، خالية من طريقه الحجب. طيب طريقه الحجب كيف تكون استاذ احمد؟ هل هنالك في طريقه حجب لهذه القنوات؟ طرق للحجب للقنوات دي، ان انت بتدخلي على جوجل وبتكتبي في بعض الاستفسارات طرق حجب القنوات. بس طبعا العمليه تكون صعبه شويه، ان انا بوقف في القنوات دي على على اللابتوب غير الطريقه اللي بوقفها بيها على التابلت الى اخره. وفي بعض البرامج البديله زي في حاجه اسمها يوتيوب كيدز خاص بالاطفال. نعم صحيح، من خلاله بيحدد لك مجموعه من القنوات فقط للاطفال او الفيلم الكرتون العربيه، ان انت ده تتفرج عليه ده ما تتفرجش عليه. فبيعملوا عمليه فلتر او فلتره للافلام. حلو. او الحاجات دي. نعم، فطبعا ده بيأثر بشكل كبير. خلينا نتكلم عن السلوك العدواني. ذكر الاستاذ احمد ان مثل هذه نقدر نقول الافلام تقود الاطفال او المراهقين حتى الى بعض السلوكيات العدوانيه. كيف ممكن ان الواحد يحد من هذه السلوكيات؟ مثلا في طفل اكتسب هذه المهاره نقدر نقول العدوانيه، كيف دكتور مالك ان نحد من هذه السلوكيات؟ هي التوجيه. التوجيه مثل ما قلت، العب معهم عشان اعرف اتعرف على البرامج هذه ومدى العدوانيه اللي فيها ومدى معارضتها لاخلاقنا وقيمنا وثقافتنا. اتعرف عليها عشان امنعها منهم. نعم. واعطيهم فرصه انهم يلعبون الاشياء اللي تناسب اعمارهم، ولا تخل برغم انها القيم من ناحيه قيميه هي ضعيفه جدا، لا توجد قيم فيها زي ما قال الاخ احمد. نعم، ما فيها قيم صداقه. نعم. وقيم ولاء والكلام هذا، ما فيها تربية أخلاقية. يعني حتى هو يعني المسمى باد بيبي يعني طفل سيء. نعم. أيوة، فهي هي مينلي أو أكثر شيء هي تركز على الإثارة.
الثالث وشد انتباهه ومتعة استكشاف وكذا. نعم. واستحوذ بذلك على بالتالي على انتباهه وعلى وقته. ودائما جديد وهناك لعبة جديدة ودائما لن ينتهي الفيلم هذا لن ينتهي. نعم. على طول باستمرار فهو دائما يبغى يلعب جديدة يبغى يلعب جديدة. فالعملية عشان كذا يدخلون في الإدمان هذا سبب يؤدي إلى الإدمان. إنزين المهم إن أنا أنظم الوقت أتعرف على الألعاب هذه. صحيح. أكون حاسم أحسم الأمر لأن المسألة يعني تعوم معظم البيوت عايمة مو بقادرين يسيطرون عليها مو قادرين يديرونها تتطلب جزء أو قدر من الحسم علينا أن نكون حاسمين في هذا الموضوع. نعم. لا ياخذنا الطفل يبكي خلاص بخليه كم ساعه يلعب كم ساعه بخليه يلعب بس لعب الساعه ماله. نعم. وذكر كما ذكر اخي احمد بان دراسه الجمعيه الامريكيه اللي قالت من سن 5 الى 18 ممكن يلعب ساعتين في اليوم. انا اشوف ان ساعتين في اليوم وايد علينا لان خلينا نشوف الطالب متى ياتي من المدرسه. ياتي من المدرسه الساعه 3. نعم. يوصل يمكن 3:30 انزين 4 قول حد منهم او 3 قول 3:30 4 زين كم بقال عشان ينام؟ من 4-8 بينام ترى. نعم. 8 بينام عشان يصحى الصبح يصلي الفجر. نعم. ويبدا يومه شبعان نوم. فعندك 4 ساعات في اليوم في البيت قصدي. نعم. عندك 4 ساعات في البيت. اذا ساعتين على الالعاب اذا ساعتين على الالعاب يعني شو بقالي انا اجلس معاه اربي؟ وين التربية الاخلاقية اللي قيادتنا تدريس اللي قيادتنا حثتنا عليها انزين؟ نعم. فساعتين في اليوم وايد انا اشوفها. حتى هاي عندهم في الغرب هم ساعتين لكن احنا نشوف ساعتين وايد. اول شيء هو بيجي من المدرسه الساعه 4 أو 3:30 هو يبغى ساعه بس يوهد مع نفسه. صحيح. من تعب المدرسه. لان المدرسه عندها 8 حصص او 7 حصص 6 حصص هلاك يجي عقبها تعبان ما يبغى حد يكلمه ولا يبغى يكلم حد. ابى افتك جاي تعبان ساعه واحده بتضيع. شوف من ال4 ساعات اللي باقي في اليوم. بعدين عنده ساعه واحده بياكل وبيصلي بيبدل ثياب بيدخل حمام هاي ساعه بضيع. باقي ساعتين اذا لعب ساعتين عندنا في اليوم خلاص ليس هناك تواصل مع الاسره. صحيح. ما بقالنا وقت نتواصل معه ما بقالنا وقت نوجهه نربيه تربيه نقوم بدورنا التربوي لابنائنا نعرف نتعرف عليه اكثر يعرفنا زين في البيت. اليوم في نكت كثيره على الايباد ان الكل لاهي بنفسه فما في تواصل ما في ذكاء اجتماعي ضايع جدا. نعم. يعني من للطالب هذا او الابن هذا المسكين. نعم. والله حتى الكبار الحين التواصل الاجتماعي انعدم او ما انعدم نقدر نقول يعني قل بشكل كبير او ضعف بشكل كبير عن قبل. نعم. انقرض. انقرض؟ نعم. ان شاء الله لا يعود ان شاء الله. طبعا يبتعدون اكيد من هذه الامور وان شاء الله تعود. يخففون منها ما نقول يبتعد ما بيقدرون يتركونها لان لعبه وايد ايضا بس نبغى نقننها صح. بنتكلم ان شاء الله على اخر فقره الحلول عن الفوائد عشان الناس ممكن انها تتخوف شويه عن المضار اول شيء يبتعدون شوي عن هذه الاجهزه الالكترونيه. نعم. طيب الأستاذ أحمد نقدر نقول أن هذا الإدمان هو أيضا مرض أو أن هي عادة يعني مستمرة؟ لا. هو الإدمان بشكل عام مرض. الإدمان هو الاستمرار على شيء ضر بالصحة أو ضر للشخص. كمثال المخدرات اللي تعتبر إدمان لأن الشخص ما يقدرش يتخلى عنها وبتدمر صحته هو عارف أنها بتدمر صحته بس مش قادر يبعد عنها. نفس الشيء بالنسبة للتدخين. نفس الشيء بالنسبة للأجهزة دي عارف أنها ضارة وأنها متعبة بس مش قادر يبعد عنها. طيب ازاي ابدا ابعد عن الاجهزه دي؟ ممكن ابداها بشكل تدرجي إيه ان انا اقلل مثلا لو الطفل عندي بيستخدم الموضوع ده 3-4 ساعات ابدا اقللها شويه 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 وابدا اعوضها بشيء مختلف. طيب دكتور مالك متشكر قال ان فراغ في فراغ. صحيح. فنسد الفراغ ده ازاي؟ بيدوهم الاجهزه يقعدوا يلعبوا عليها. طيب الطفل ده ليه ما ودوش انديه رياضيه؟ الانديه تكاد تشكي من الهجران. صح. طيب ابعته الانديه مراكز الاطفال موجوده مراكز الأطفال احمد وبالمجان المكتبات. نعم. يعني في احصائيه بتقول ان متوسط الكتب اللي الطفل الامريكي بيقراها 13 كتاب في اليوم في السنه سنويا 13 كتاب متوسط ما يقراه الطفل العربي 15 صفحه سنويا ده 13 كتاب ده 15 صفحه دي كارثه ام اقرا لا تقرا. طيب ليه ما يشغلش نفسه في القراءه؟ اوكي ليه ما ابعتوش للانديه يلعب كره قدم يتعلم التعامل مع المجتمع مع الفريق. صحيح. يتعلم سباحه يتعلم اي رياضه يخرج فيها طاقته لكن ان انا احبسه واقعده على جهاز لوحي طول النهار تركيزه فيه ده بيضر. لو لاحظتوا ان في الفتره الاخيره نسبه الاطفال اللي لسه ما تموش 4 سنوات لابسين نظارات. صحيح. زمان ما كانوش بيلبسوا النظارات الا للنادر او الشخص لما يوصل الى مرحله يبدا يرهق فيها عينه. يعني بالنسبة للموظفين في العمل
ان منظمه الصحه العالميه بتقول الموظف ما يقعدش قدام شاشه الكمبيوتر اكثر من 50 دقيقه متواصله. لازم ياخد فاصل 5 دقائق او 10 دقائق ينظر الى شيء حتى بعيد يغسل عينه عشان يغسل عينه او عشان عدسات عينه ترتاح العصب البصري ترتاح وتبص الى شيء ابعد. فما بالك طفل قاعد ساعتين متواصل على جهاز تركيزه كله فيه. الاطفال بدات عينيهم يحصل فيها نوع من الحول، النظر يبدا يضعف. يعني بشوف اطفال 3 سنوات ولابسين نظارات، اقول له الاهل ليه لابس نظاره من دلوقتي؟ يقول لي التابلت. ويقول هل هو بيضحك في بعض الاوقات؟ التابلت، الكمبيوتر، هعمل ايه؟ طب ما هو ده شيء سيء. صحيح. امال انت اب او ام ليه على اي اساس؟ نعم. عايش بتربي فين التربيه؟ طيب في بعض الاشياء او بعض الالعاب اللي من النوع ده بتخلي الطفل الى تحوله الى شخص متلقي، ده نوع اكبر من الادمان. يعني ايه ادمان متلقي؟ يعني تركيزه كله ان هو كل المعلومات هياخدها عن طريق الجهاز ده، ما بيتفاعلش معها. الاجهزه دي نزلت عشان خاطر برامج تفاعليه في الاساس. تفاعليه يعني اخد واتلقى، اعطي واستقبل. فالشخص بقى متحول الى نوع من الاستقبال استقبال استقبال. ففي الناس بدات تتاخر في عمليه النطق بسبب الاجهزه دي. يعني من ضمن مخاطر الاجهزه الذكيه لتاخر النطق عند الاطفال. نعم. طيب استاذ احمد بستاذنك، اكيد الحديث شيق ومهم ومفيد. بنرجع ان شاء الله، لكن عندنا استطلاع راي ومن بعد الاستطلاع فاصل، ومن بعد الفاصل اكيد نستكمل حوارنا الشيق معاكم. نعم. مشاهدينا خلينا نشوف هذا الاستطلاع، ومن بعد الاستطلاع بنظهر لفاصل قصير، ومن بعد الفاصل اكيد نرجع للجزء الاخير من حلقه اليوم، خلكم ويانا. يعني أنا متصور أول شيء بيصير الطفل عدم تركيز، عدم تركيز عند الطفل وعدم انتباه. يعني بتصيري لو حكيتي معه هو ما بيستوعب عليك شو عم تحكي. يعني ممكن تحكي معه بس هو مش معك. يمكن أنها تسبب الإدمان، وبالتالي أن الطالب يدمن عليها كثير وما يقدر يذاكر، أو أنه يعني تلهي عن المذاكرة، تنهي عن واجباته وهكذا. في عدة أضرار، واحد من الأضرار دي اللي هو العنف. فيعني إذا كان الطفل في سن لسه صغير، علشان كده بتلاقي الألعاب مكتوب عليها مثلا PG-13، مكتوب عليها سن عمري معين، عشان لو اللعبة أكبر من عمره هو حيتعلم من اللعبة. فمثلا إذا شاف في لعبة عنف فهو حيفتكر إنه لا، كل شيء في الحياة حيتم بالأسلوب ده، بالعنف. إذا شاف استعمال سلاح، إذا شاف ضرب، إذا شاف يعني ألفاظ غير لائقة، فحسب اللي حشوفه في اللعبة هيعمل في الحياة العملية، لأنه لسه في سن صغير، يعني لسه بيتطور. فأيًا كان اللي بيعمل له أبزور من اللعبة هيطبقه في الحياة الحقيقية. بتكون الأضرار الإدمان والتركيز في الألعاب، فبيكون ما عنده وقت للكتب والمذاكرة والدراسة يعني بشكل عام. ضعف النظر مثلًا، تشتت نفسي، نقص في التركيز، نقص في الذكاء. طبعا بتكون المتعه، متعه الطفل والتعود على هذا الشيء، يعني يكون متعود على هذه اللعبه اللي يلعبها دائما. يحبونها. انت مثلا واحد صغير ما عنده شيء يسويه غير انه يلعب الاشياء الالكترونيه، يلعب كره مثلا، يلعب. بس لما طلعت الاشياء هذه مثلا بلاي ستيشن، اكس بوكس، يحبون يلعبوا اكثر شيء. والله هي فيها صور ورسوم تجذب الأطفال، أيضا يحسها إنه مثلا هي خلوه مع نفسه، وبالتالي يعني يقضي وقته معها. شيء ثالث، ربما ما في هناك بديل، أو ربما الأهل ما يوجد بديل للطفل على أساس إنه يتخلص من هذه الألعاب. يعني أول شيء وقت الفراغ، الوقت الفراغ اللي نحن ما عبينا له إياه بشيء مثمر، يعني عرفتي، يعني ما عبيناه بشكل صحيح، فهنن بدهم يلعبوا. ما في بديل، ممكن ما في بديل ألعاب أخرى يلعبوها. والله من وجهة نظري واحد من الأسباب المهمة الفراغ. يعني زمان قبل البلاي ستيشن وقبل الكمبيوتر كان دائما في وقت فراغ، بس كنا بنملاه بنلعب في الشارع، بنلو يعني في 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 فعاليات أو نشاطات ممكن نعملها بتقوي من يعني أسلوبنا الاجتماعي مع الناس. بس بما إنه حاليا كل شيء بدأ يعتمد على الإنترنت وعلى السوشيال ميديا بشكل عام، فالطفل بيلاقي انه عنده وقت فراغ. والسوشيال ميديا سبب لانه الاهل اصلا يبتعدوا من انه يهتموا بطفلهم، يخلوه يطلع يلعب برا، فاوتوماتيك هو حيلجا للالعاب. فده سبب كبير لانه حيكون مدمن عليها يعني. فكل ما زاد لعبه فيها كل ما حيكون ادمانه اكثر على الالعاب. تبقى هي يعني سكيب راوت من الحياه هي الالعاب الالكترونيه بكل اشكالها يعني. والله هو بدايه هو طفل، وبالتالي انا ارى انه الاهل مذنبين اكثر منه، لانه طفل يحتاج من يوجهه ويحتاج من يراعي. أيضاً يبقى هناك دور للمدرسة، ويبقى دور لبعض الصحبة نفس الشيء.
والله اولا واخيرا احنا ما نقدر نلوم الطفل يعني في سن معين، يعني اذا كان الطفل لسه يعني ما نتكلم 19 سنين فمستحيل نلومه، يعني في الاول والاخر الاهل هم اللي لهم السلطه الاولى والاخيره عليه. فانا من وجهه نظري هم الاهل، الاهل هم المسؤولين عن انه سواء يبعدوه او حتى ما يبعدوه بس يقننوا لعبه، يقننوا يعني الكونكت ما بينه وبين الالعاب، بحيث انه يعني في وقت انت تلعب فيه وفي وقت لا انت ما مفروض تلعب فيه، وما تزيد عن ساعه في اليوم يعني كذا. فالاول والاخير هم الاهل اكيد يعني. طبعا بيكون الاهل، انا بدون الالعاب مستحيل يكون الطفل يلعب. الاهل هم اللي بيشتروا الالعاب هذه. الاهل، لان الواحد يعني الاهل اللي يربون الطفل على مثلا الالعاب الترفيهيه، مثلا العاب الكترونيه، بعد ما يخلصون دراستهم مثلا شو يلعبون. يعني انا بحسها مسؤوليه مشتركه، يعني هن الاهل كثير بدهم ينتبهوا، بس كمان الاطفال يعني لهم دور كبير، بس الاهل لازم يتمكنوا منا. يعني نحن بنحاول، يعني انا بحاول مع اولادي كثير انه ما خليهم يدمنوا عليها، بس كثير صعب، يعني صعب تسحبي الطفل الا اذا انت سحبتي اللعبه الالكترونيه وعبيتي مكانها شيء له، يعني مثلا رياضه او ملعب او نادي او خروج خارج المنزل بشيء مرضي له. يعني اذا غير هيك بتسحبي منه مثلا التابلت او الجوال بيروح على البلاي ستيشن، تسحبي بلاي ستيشن بيروح على شيء اخر، كله الكترونيات. يعني اما اذا طلع من البيت وكان في رياضه بدنيه ممكن تعبي مكانه. يعني بس هذا مجهد كثير للاهل، بده كثير متابعه، بده وقت من الام والاب يصرفوه حتى انه يقدروا يتمكنوا من هالشيء. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، اكيد رجعنا مع ضيفنا لليوم موجودين معنا في هذه الحلقه المميزه الدكتور مالك وايضا الاستاذ احمد. يا اهلا وسهلا فيكم مره اخرى. بما ان الجزء الاخير او الفقره الاخيره دائما نحن نتكلم عن نقدر نقول الجانب او الحلول، فخلينا نتكلم شوي عن الجانب الايجابي. يعني من فقرتين او جزئين كنا نتكلم عن السلبيات وخلينا الجانب الايجابي اللي هو القليل في الفقره الاخيره. نقدر نقول دكتور مالك ان الجانب الايجابي ايضا موجود من خلال هذه الاجهزه الالكترونيه. خلينا نتكلم عن الجانب الايجابي، هل هو مثل ما ذكرت قليل ام انهم متساوين، يعني الشق الايجابي مع الشق السلبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الواقع ان الجانب ان هذه الالعاب مثل ما ذكرت لها اثر سلبي كبير مقارنه بالاثر الايجابي. نعم. ولكن علينا لا نلغي ايضا كذلك الجانب الايجابي. الانسان الايجابي يبحث دائما عن في اي مشكله امامه يبحث عن ايجابياتها. نعم. هذا الانسان المبدع، الانسان اللي يمتلك التفكير الايجابي. نعم. فعلينا دائما ننظر اي امر اي مشكله قدامنا اذا ما هي الايجابيات. وهذه قيادتنا كذي، قيادتنا الحكيمه الرشيده دائما، خاصه يوم كانت زمان ايام الازمات السابقه. صحيح. والتحديات التي قادوها واستطاعوا التغلب عليها من ايام الشيخ زايد والشيخ راشد بن سعيد رحمه الله عليهم، الله يرحمه، مؤسسين الاتحاد، كانوا ايجابيين. نعم. وكانوا قابلوا هذه التحديات اللي مرت عليهم بايجابيتهم. حلو. فكانوا دائما ينظرون الى ما هو الايجابي لنتخطى اي ازمه امامنا. الان احنا هاي ازمه قدامنا، علينا ان ننظر على ايجابياتها. ايجابياتها للاسف كثير من الباحثين بس تطرقوا للسلبيات للالعاب هذه، مع انهم ناس دارسين وفاهمين وكل شيء، لكن اخذتهم السلبيه والحديث فقط عن السلبيات. فالان احنا سنلقي بعض الضوء على الجانب الايجابي لهذه الالعاب. عندك هذه الالعاب انا اشوفها مكمله للعمليه التعليميه. صحيح، التعليم الذكي. نعم. في جوانب اصلا تعليمنا لا تغطيها الالعاب هذه. نعم صحيح. نعم، هناك الذكاء المكاني التصوري، الذكاء التخيلي، هذا ضعيف المدرسه. صحيح. وهذا من اقوى الذكاءات بعد الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي، ياتي الذكاء التصوري ثم الذكاء الاي كيو، الذكاء المنطقي، الرياضيات وغيره والفيزياء والكلام هذا كله. فالذكاء التخيلي التصوري يساعدنا على الابداع، يساعدنا على التخطيط الاستراتيجي، يساعدنا على النجاح للتخطيط نجاحنا في حياتنا. فالذكاء هذا التخيلي التصوري موجود في الالعاب بقوه اقوى من العمليه التعليميه التي نقاها في المدارس. جميل. لذلك في امريكا وفي اليابان عندهم
تستخدم هذه الأدوات لتدعم العملية التعليمية. نعم. زين. أيضا كذلك فقلنا الذكاء التصوري موجود فيها. صح أنها أهلكت الذكاء على شو اسمه الاجتماعي، لكن الذكاء التصوري موجود فيها. زين. وأيضا كذلك عندك عدة قدرات تنميها. أنا أستغرب من الذين يقولون أنها تضعف الذاكرة وتضعف التركيز. هي أصلا أنت لما تأخذ برامج تنمية الذاكرة وتنمية الذكاء ما فيها ما نشوفها شو ماذا سترى في هذه البرامج؟ فترى ألعاب مثل هذه، ألعاب مثل هذه هي بتطور عندك التركيز وبتطور عندك الذاكرة، ولكن تذكر دون إسراف الألعاب هذه كل ما زاد شيء عن حده انقلب ضده. أي ألعاب تقصدها دكتور مالك؟ مثل ما ذكرنا الحوت الأزرق مثلا. لا 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 ما فهمتي ما فهمتي ما فهمتي الألعاب أي ألعاب؟ نعم لا لا هم بعضهم يقولون أن بإجمال بكلام عموم عموم عام عام عندهم يتهمون هذه الألعاب أنها تضر بالذاكرة وتضر بالتركيز. أنا مقصد الحوت الأزرق، الحوت الأزرق هذه فيها قاتلة هاي. لا نعم. لكن بينما هذه الألعاب في الواقع أنها تنمي التركيز. نعم. إذا كانت أخذت بقياس تنمي التركيز، قوة التركيز وقوة الملاحظة. وأيضا كذلك سرعة اتخاذ القرار. أنت في أحيانا بعض الألعاب أنت عليك أن تقرر بسرعة وإلا تنجو حتى تنجو، فسرعة اتخاذ القرار أيضا تنميها عندك. أيضا كذلك العمل وإدارة أزمات في اللعبة، تلقاك أنت تدير أزمة أمامك وتتفاعل بموقف صعب جدا أحيانا، فالتعامل تحت الظروف الصعبة أيوة، والتركيز قمة التركيز والأداء السريع، فهذه كلها مهارات تكتسبها في اللعبة هاي. نعم. ليس موجودة في المدارس، هذه ما تقدر تسويها المدارس، لكن البرامج هاي والألعاب هذه تستطيع بعناية بانتقاء بعناية البرامج هاي التعليمية أو البرامج التسلية هاي التسلية. نعم. نستطيع أن ننمي هذه الجوانب. نعم. في الطفل. وحتى صارت. نعم. بعض المسابقات الحين بواسطة الأجهزة الإلكترونية والإيبادات وغيرها. نعم. فهذه نقدر نقول من النقاط الإيجابية. نعم. هي النقاط الإيجابية موجودة. نعم. فعلا موجودة. موجودة، بس هي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها السلبية مش في النقاط الإيجابية. السلبية في سوء استخدام بعض الألعاب أو سوء انتقاء المحتوى. حلو. في ألعاب يعني الأساس الأجهزة دي لما تعملت مش تعملتش عشان تخرب الأطفال وما تعملتش عشان تخرب المجتمع، هي تعملت عشان التسهيل. يعني كمثال البرنامج تشات الواتساب لما اتعمل عشان خاطر الناس تتواصل مع بعض بشكل أسهل. صحيح. بس كتر استخدامه خلى الناس تركز على الواتساب وتهمل التواصل الشخصي مع الناس. صحيح. طيب ده على جنب. الألعاب في المشكلة في عملية انتقائها من قبل الوالدين. مش أي لعبة تنزل، مش أي لعبة نعملها داونلود، في نشرة بتبقى موجودة تحت اللعبة فيها مواصفات اللعبة، الفئة العمرية اللي ممكن تلعب اللعبة دي إلى آخره. يعني في ألعاب مكتوب عليها ممنوع أقل من 3 سنوات الأطفال بينزلوها وهو عنده 2 سنين، أو في مثلا ألعاب الشخص ما يقدرش يلعب اللعبة دي إلا ما يكون عمره فوق 12 سنة. نعم. تلاقيه يعمل لها داونلود وينزلها وعنده 4-5 سنوات، يعني بيلعب لعبة غير مطابقة لعمره، فطبعا بتأثر عليه بشكل سلبي. طيب الإيجابيات موجودة فين؟ الإيجابيات موجودة في الألعاب أو البرامج التفاعلية اللي هي بتنمي الذكاء، بتنمي التركيز، الألغاز، الكلمات المتقاطعة، بعض الأسئلة أو الحاجات اللي محتاج الشخص يفكر عشان يقدر يعملها، الأشكال المتشابهة ممكن أستخدمها في تعليم الطفل الألوان، للأشكال، للأبعاد، أزود فكره أو خياله. صحيح. لكن سوء استخدام الحاجات دي بيأثر سلباً على الطاقة عند الإنسان، أو بيأثر سلباً إذا استخدمتها لأكثر من 2 ساعة. نعم. يعني لو ما نشوف زمان أفلام الكرتون، فيلم الكرتون كان بيقعد 20 دقيقة في الحلقة، 20 دقيقة، تلت. نعم. ساعة. ممكن لو فيلمين كرتون وراء بعض 40 دقيقة، لكن دلوقتي الشخص قاعد على التابلت 24 ساعة في 24 ساعة. يعني في أطفال يناموا والتابلت موجود جنبهم في إيديهم. صحيح. هذه الأضرار. دي الأضرار. لما الدكتور مالك تكلم في النقطة دي بدون قال إن اللي يزيد عن حده يتقلب لضده. هي المشكلة عندنا إن المجتمع غير واعي بالأضرار وبالسلبيات، فما بيستغلش الإيجابيات. يعني في ألعاب أو في أشياء ما ينفعش أنزلها على جهاز التليفون للطفل. يعني في إعلانات بتيجي على التابلت ممكن الشخص يعملها داونلود وينزل اللعبة. اللعبة دي بتعلمهم البوكر والقمار وإزاي يرمي ويلعب قمار وإزاي يلم فلوس ولو خسر وإلى آخره وتحوله لشخص مديون. نعم. طيب دي لعبة ما تناسبش عاداتنا وتقاليدنا. إما يلعب اللعبة دي في طفولته لما هيطلع هيبقى صحيح إيه بعدين؟ صحيح. نعم. فدي شيء خطأ. نعم. الأجهزة دي بتستخدم في الدول المتقدمة في عملية التدريب والتعليم، فلازم أنا أستخدمها في التدريب والتعليم، ما أستخدمهاش في التخريب. زي السكين، السكين ما نفعه كتير
ومضره كتير، ممكن استخدمه في التقطيع في الانتاج في كذا في كذا، ممكن استخدمه ان انا اكتبه لحد. طبعا نعم. فهي على حسب طريقه الاستخدام، لكن المشكله ان عدم الوعي الكافي ان انا بستخدم الاشياء دي بشكل غير سليم، يا اما بستخدمها لتدمير عقول الاطفال بشكل غير مقصود، يا اما الاهل بيستخدموها ان هو يلهي الطفل عنه عشان يبعد عنه ويسيبه يقعد نعم. يعمل اللي هو بيعمله فيتحول الى شخص مدمن. طيب ما دام فقرتنا الاخيره فقره نقدر نقول الحلول، فيليت لو نستلهم من دكتور مالك في البدايه الحلول المثلى دكتور مالك. الحلول مثل ما قلت قضيه الحسم، لان المساله صارت ازمه ونحن الان في ازمه مع هذه الالعاب هذه، وضررها صار اكبر من نفعها، فلا بد من الحسم. والحسم ياتي يعني لو قلنا حتى في القيادة لابد أن تكون يكون عامل حسم موجود. ففي البيت القائد الأب والأم خلاص عليهم يتخذون قرار، عليهم يحسمون الأمر هذا في تحديد الوقت وإدارة الوقت. نعم. في تحديد أوقات للعب، مثلا في الليل مثلا عدم اللعب في غرفهم، يعني اللعب يلعب قدامنا يلعب ونعرف شو اللعب قاعد يلعبها، ووقت النوم خلاص اوقات معينه مثلا انا اللي يعطي الايباد او الاجهزه هذه، وانا اقول ساعه بالكثير كافيه، قلنا ساعتين يعني معناته ما بنحصل وقت نجلس مع بعض. صحيح. ساعه واحده كفايه عليه؟ ساعه متواصله تكون؟ لا، يكون فيها راحه، لابد من راحه. لابد من راحه كل تقريبا 40 دقيقه خمس نص ساعه يكون في راحه. نعم. حتى ترتاح العين ويرتاح جسمه. جميل. ونمنع ايضا كذلك اللعب قبل النوم. المشكله الكبيره انها مو واعين اللعب هذا قبل النوم. اللعب قبل النوم معناته أن الولد بيطلع من اللعبة متوتر، عايش ضغوط، يمكن خسر فيبكي، يمكن يكون يبكي من الخسارة، أنزير ومتوتر واصل حد التوتر، فكيف بينام هذا؟ هذا إنسى ينام، هذا سيظل جسمه متوتر مشدود، يمكن يقضي ساعة حتى ينام ولن يدخل في النوم مرتاح. والأشياء هذه أيضا كذلك لا تساعد هرمون الليل للنوم حتى يفرز. ودكتور حتى ممكن يركز يعني حتى انه يطير رقاد من عينه مثلا من زود التركيز من زود الاندماج. ايوه. والكوابيس نعم. ايضا ممكن يحلم كوابيس لانه هو يعني صغير. المشكله في الطفل الصغير اللي عنده ما تكون لسه، بعده ما تكون الوعي، فعنده اللاوعي يصدق اي شيء، فهو يصدق اللعبه اي شيء فيها يصدقه. نعم. نحن مش منتبهين لهذا الشيء، عشان كذي السن الصغير له العاب معينه مثل ما قال اخي احمد، قال سن كل سن له لعب له من مستوى، فاذا صدق في العاب متقدمة شيء مثلا دخل في اللاوعي على طول، لأن اللاوعي من خصائصه لا يميز بين الحقيقة والخيال. نعم. فكل الخيال هتحسبه حقيقة، فيقوم يعيش الدور، ممكن يتصرف بسلوك عدواني. أنا مرة دخلت على عيال لقيت اثنين عيال صغار يلعبون لعبة ذبح، ذبحني وذبحك، قلت له وقفوا اللعبة خلاص، شو السالفة، ليش لعبتوا اللعبة هاي؟ أقول ليش مختارين أنتوا، أنت ذبح أخوك وأخوك يضربك وتضربه، ليش أنتوا تضربوا عدو قدامكم؟ صحيح. إذا بتضربون يعني استخدموها استخدام سيء جدا، استخدموها يتضاربون يذابحون، فوقفتم ومنعتهم من اللعبه هاي تماما، عرفتي كيف؟ نعم. فاذا ما ننتبه على عيالنا فعلا تبرمجون الالعاب هذه خاصه الاعمار الصغيره. نعم. الاستاذ احمد، الموضوع بتاع الالعاب ديت لازم يكون تحت اشراف الوالدين، مش اي لعبه تنزل على جهاز الذكي، بالاضافه ان هو لازم كل فتره يتابع الجهاز ده، يمسك الجهاز او كل يوم يشوف في حاجه جديده نزلت من وراه ولا لا، لان في بعض الاحيان الالعاب دي اسبابها او ممكن تدخل الطفل ان هو يخش وينزل داونلود لبرامج بتكون زي ما يقولوا غير مجانيه، وياخد عن طريق رصيد الوالد او الوالده الى اخره. صحيح. فلازم يكون فيها نوع من لا مستويه مستويه ممكن تعلمه السرقه ويعانوا منها ناس، وفي بعض الاحيان يكون حتى تؤدي الى الكذب، يعني بعض بالزبط. الاحيان مثلا الوالدين يظهرون من البيت على اساس ان الابن يذاكر، لكن لما يرجع مثلا لما يظهرون يلعب بالايبادات ويقول ان انا ما لعبت او اني انا ذاكرت. تذكرين نعم. السؤال الاول لما سالتي عن الادمان، فقلت الادمان المدمن مستعد ان يقوم باي شيء مقابل متنازل حتى عن قيامه عن اي شيء مقابل السعادة الزائفة اللي بيحصل عليها. نعم. طيب دي أول نقطة، إن أنا لازم يبقى في نوع من الكنترول، نوع من الحزم في الألعاب، إن دي تلعبها دي ما تلعبهاش. في بعض الأحيان ممكن يقعد يتفرج على اليوتيوب، لما لاقي بعض الحاجات زي الباد بيبي أقول له حبيبي ديت غلط، شايف الولد غلط، اعمل ديليت، امسحها، هات حاجة تانية، اعمل ديسلايك للفيديو ده وخش هات الفيديو التاني، هات الفيديو ده، شايف ده الله جميل، يعني نوع من التوجيه أو من الإرشاد للطفل وهو بيتفرج على المحتويات أو على الألعاب.
في العاب بتعلموا التركيز، تعلموا اختيار الالوان، تعلموا الذكاء، دي مسموح بها كويسه. لكن العاب زي ما الدكتور مالك قال اذبحني واذبحك ده كارثه، دي مشكله. طيب لما اجي الاقي اطفال انتحروا عشان خاطر لعبه زي الحوت الازرق، طب الاهل كانوا فين وهو في مراحل اللعبه دي؟ صحيح صحيح. لما اجي الاقي اطفال منزلين العاب وقاعدين يلعبوا قمار على التابلت، ده كارثه مشكله. لازم الحلول ان انا احول الطفل ده الى طفل متفاعل، والرقابه لازم تكون موجوده، لازم يكون في متابعه متابعه، لازم يبقى في نوع من التوازن. العب معاهم اصلا، العب معاهم صح. انا ساعات العب معاهم. نعم. تدري ليش ادخل معاهم في اللعبه؟ عشان اكون نوع من التواصل، التواصل بينك، ابغى اتواصل يعني معهم، هي ما يكون هنالك حاجز بينك. وخاصه وخاصه اذا واحد زعلان علي مني، زعلان مني شويه، العب معه عشان ينسى شويه. زي ما وديته مثلا المكان الثاني، حلو ان هنالك في صداقه يعني بينه وبين عيالتي، في تحدي. لكن حد منهم مشكله، هم يعيشون الدور، يعيشون الدور. تلقى حد منهم يعني يبكي اذا انهزم، فتلقين مثلا الثاني يقول لي شوف اذا هزمت، اذا ما فاز ما بينام اليوم، اقوم اخليه يفوز عشان ينام، عشان يرقد في الاخير. استمتعت جدا معاكم ضيوفنا، اكيد كانت حلقه يعني مميزه في الحقيقه، واكيد اتمنى من الوالدين او حتى من المراهقين والاطفال اكيد اخذ حتى هذه المعلومات بعين الاعتبار. في الاخير الدكتور مالك بن شيخان مدرب ومستشار تنميه بشريه وتاهيل قيادي، كل الشكر على تواجدك اليوم ويانا في هذه الحلقه المميزه، شكرا لك. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. وشكر ايضا للاستاذ احمد محمد سيد احمد، مستشار ومدرب تطوير اداري، شكرا لك. شكرا على هذه المعلومات واكيد النصائح التربويه حتى. الى هنا مشاهدينا وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم، لقانا ان شاء الله في حلقه جايه بمواضيع اكيد او قضايا مختلفه. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عشر انصاري وتحيات جميع طاقم العمل، ومع السلامه.